كام مره اهلنا نصحونا بحاجه وقالوا لنا عليها بلاش وعملناها وندمنا عليها؟ طب كام مره ما سمعتش بنصيحه اهلك وعملتها وندمت برضو عليها؟ محدش فينا ما مرش بالموقف ده في حياته ويرجع يقول هم ازاي كانوا صح وطلعنا غلط. فقول لي بقى ايه الموقف او ايه النصيحه اللي اهلك نصحوك بيها وعملتها وطلعوا هم صح وندمت عليها؟ ايه النصيحه اللي اهلك نصحوك بيها وقالوا لك عليها بلاش وعملتيها وندمت عليها؟ قالوا لي ما ثقش في حد لسه عارفه من قريب، وانا بحكي قصه حياتي لاي حد فانا بقى خلاص تعودت، بحاول ان انا ابطل الموضوع ده. انا دخلت الكليه اللي هم عايزينها، في نفس الوقت انا ما كنتش عايزها، واتخرجت منها والحمد لله نجحنا وعدينا فيها، وان شاء الله ربنا يكرمنا بمستقبل بيها كويس، ونكون عند حسن ظنهم فينا وانهم اختارنا الكليه كويسه، وان شاء الله تبقى بدايه خير لينا يعني، وربنا يكرمنا في الجايه. واكيد لو الواحد داس على نفسه في حاجات تانية في المجال اللي هو عايزه اكيد هيوصل. فغالبا احنا ما بنسمعش نصايح يعني، بس اللي هو عارفه ماما لما بتيجي تقول لك صاحبك ده ما تدخلوش عندنا علشان، او ما تمشيش معاه علشان ده وحش، ماما ده صاحبي ده ازاي، بيطلع في الاخر بقى هو الكارثه وهو المصيبه وهو الليله كلها. وغالبا انا برده ممكن يكون بيتقال عليا كده برده، مش عارف بصراحه. ان انا اتجوزت بدري كنت صغيره. كان قايل لك لا ما تتجوزيش دلوقتي؟ ايوه انا قلت لهم لا هتجوز، فدي غلطه عمري يعني. اصريت بس النهارده بندم عليها طبعا. اللي هم اصحاب السوء، اصحاب السوء اللي انت ما تصاحبش فلان ده مش كويس او فلان ده كده وانا استمريت معاهم، بس اكتشفت الكلام ده فيما بعد يعني، مع الوقت عرفت ان هم فعلا اهلي كلموني صح وهم كانوا خايفين عليا وكده يعني. يعني كانوا صح في الاخر؟ طبعا كان الحمد لله. النصيحه اللي اهلي نصحوها لي اللي كنت مصاحب شخص وفي الاخر ما طلعش كويس يعني ايه، كان هم شايفين اللي هو وحش وانا كنت شايفه كويس يعني، كان صاحبي 20 سنه يعني وفي الاخر يعني هم طلعوا صح، اللي هو كان بتاع مصلحته اولا واخيرا، وفي الاخر عمل معايا حركه كده، وفي الاخر بقالنا سنتين ما بكلمهوش. بس يعني عرفت بعدين ان هم اللي كانوا صح، هم كده ابويا كان صح واخواتي كان صح يعني، اللي ما نمشيش مع ده هو كان بتاع مصلحته. ندمت عليه؟ ندمت كتير.